تحسبي ايه؟ اذاكر يا ماما. مش ذاكري ليه؟ مش شايفاكي يعني معاك ورقه وقلم حد بيذاكر بالبتاعه دي؟ تحسبي ايه؟ قولي لي كده. شايف حاجه في الحيطه بتحسبيها مثلا؟ حاجه على ايه؟ ماسكه لي طول النهار وقاعده لي على السرير وبتعملي في القلم لحد طول النهار ماسكه لي في القلم لحد ومش عارفه بتحسبي ايه. بتحسبي يعني درجه الحراره؟ قولي لي مثلا اقتراح يعني. يا مرات اخوك دي هتفضل طول النهار كده قاعده ما بتعملش حاجه؟ لانها ماما يبقى اقتراح. انت يا بنتي ما مش شايفه اني تعبانه؟ مش قادره. شايفه اني تعبانه يا براحتي المقشه وبنسي. طب ما يجي لي جنب جاي. مش فاهمه مش بتكره اي حاجه. بنتي انا يا دماغي بنتي انا تكنس؟ هتقارني نفسك ببنتي ولا ايه؟ يلا يا بنت شوحي شوحي. وايه ده؟ المقشة هي هتنسي ايه بقى؟ انا لسه كنسة ده كله من شوية. انا اول ما شفتكيش يعني اول ما طب يعني لازم تشوفيني من اول. ممكن بس يعني انا بس خليها تعمل ده. انا والله تعبت. ولا تعبتي يا اختي؟ ما تكمل بدلك يا حبيبتي ولا ايه؟ ما انا عملت كل ده الصبح والله. انا كنس هتخليني اكنس؟ خلاص يلا يا ماما. يا لو تكنسي على الشنطه؟ شايفه الشنطه فيها حاجه؟ مش عليها التراب. مش عليها يا بنتي. لهوي ايه ده؟ تكنسي على الشنطه. ماما انا ماما عايزه تجيب لي بس انا مش فلوس. يلا سيبي المقشه دي. راحت البنت تجي الشبس. احسن انا. طب حاضر هخرج. يا بنتي هتجيب لك منين صحيح؟ الناس قافلين وعندنا كورونا دي. بعد الشر ما تجيناش من البت ديت. ما تستحباش. استحمي؟ ايوه لسه مخلصه حمايه. لسه مخلصه حمايه. ايه يعني؟ مخلصه حمايه ايه يا حبيبي؟ تستحميني يا جماعه. اختك الصغيره اللي طول النهار جايبها لنا دي. معرفش والله بس ايه صدعتنا بقى لها ساعه. ماما كنت بابا مش عارفه ايه ده. جايبها تقعد معاها حد. طب ممكن بس اجي بقى تقولي عم عجليه؟ مين؟ جايبها تقعد مع عجليه. لا يا ماما. اختك ما تلعبش مع بنتي. شايفه بنتي وشايفه اختك الصغيره المعفنه دي؟ على فكره انا لسه محميه اختي ومنبهه. محميه ايه الاسمر اللي حاطاه جوه؟ يلا خش اغسليه. والله انا سيبه عامل لسه غسلاه. بتكدبيني يا بنتي؟ يا لهوي عليا. بتكدبيني انا؟ خدي يلا يلا موعيني يا حبيبتي. يلا يا ماما. وما فيش مواعين. ولا ما فيش مواعين وزفت على دماغك. طول ما فيش مواعين بتكدبيني يعني؟ ده امرة تتعبني دي. وانت بتحسبي ايه انت بخا؟ وريني كده بتاع دي في ايه؟ بتحسب ازاي دي؟ بتحسب لو انت بتسيبيني بيه زمان مراته الحربيه دي قالت لنا انا بخليها تكنس وتطبخ وتعمل. خليني بقى انا هوريك. هيا بطني هيا بطني. مالك يا اخويا؟ يا اخويا دي مراتك دي يا اخويا. بص عامل في ايه؟ هي ترد عليك مراتك ده؟ مزق إله يا رب ما تعمل حاجة تاني. عايزنا أقومي يعني أشتغل أنا يعني؟ بطني وجعتني. دي عاملة بنت ماما النقني. ماما بقالها شهرين ركناها وتنزلها لنا ليه؟ شايفانا إيه كتاكيت قدامها يعني بياكلوا أي حاجة كده؟ دماغي وجعتني وبطني وجعاني. إيه في إيه يعني؟ أقوم أشتغل أنا أطبخ يعني؟ ده الهم اللي نزل علينا ده. تروح تجيبها لي بقى تقول لي ما عملتش حاجه وتفضل تتنحنح. هي هي بس يما بتسكت بس اختها بس وبين يعني بتسكت اختها وسايباني بطني بتوجعني الصبح. في ايه انت عايزه ليه؟ جيتي يا اختي جيتي دلوقتي؟ يا بطني جيتي دلوقتي يا حبيبتي؟ في ايه؟ سايبه البنت تكنس وتطبخ وتكنس ودي قاعده لي باختها. والله ما عملت حاجه. انا مش عارف. بتكدبني؟ بتكدبيني؟ يا نهار ابيض. ليه بتكدبني؟ انا لسه مخلصه وحتى شوفي الارض الانتفاضه اللي خلصتها. مين اللي ماسك المقشه دلوقتي؟ بطني وجعتني. يا اله يا رب ما تطبخي تاني يا بنتي ولا تيجي هنا ولا تنزلي. ليه انا اصلا لسه ما عملتش الغدا؟ البيتزا اللي انت نزلها لي. والله انا عارف يا بنتي. بتكدبيني؟ والله ما عملت حاجه. يا نهار ابيض بتكدبني. بقالك ساعه بتقولي لي ما حصلش. والبنت ديت الغلبانه شوف ماسكه المقشه بقالها ساعتين وانت جايه لسه قاعده باختك. يا بطني بطني وجعتني من البيتزا. طب بس اختي بس طب انت ده اختك مين؟ مش شايفه
قلبانة اللي سايبة بيتها وجاية بتخدمني ودي قاعدة معايا تعمل ايه؟ قاعدة عشان اختها ولا جاية عشان اختها اللي طول النهار تقولي بابا وماما دي؟ ماشي. ما تروحها يا ابني. وبنتي بنتي يا ابني سايبة بيتها وجاية وديت اللي نازلة لي طول النهار تنزل تطلع تنزل تطلع. اه هخلي دي تقعد نهار ماشي وهخلي دي تكنس لك الشقة كلها. لابد تبص على دماغي النهارده. فاهم ولا ما انتش فاهم ولا هي بتحب تروح لاختها كل شويه؟ النت خلص بقى اتقطع عليا. انت مايا قاعده باختها تشوف اختها يا مايا يا مايا اختها طول النهار العربه يا مايا هتسمع كلامك ازاي؟ ما انت مش حاكمها. لا انا ساعه بقول لك يا مايا معلش اقول لك ده شوفتي كانت قاعده قدام الكمبيوتر بتعيط. اختك بصي دماغك من كده. طب انا والله ما قلت لها حاجه. بص ايوه كده طيب نفس كلمه خدي المقشه من بين بيتي اطلعي لنا اياكي تقول لك تعملي لي حاجه وتعملي لي افتحي بقى صح مواعين يوم في المطبخ انا مش عارفه تقول لي ما فيش مواعين في المطبخ ما فيش مواعين شفت البيت دي هو انا داخل من الشقه غطي يا باشا اوعى كده شويه ما نستغطوا في ايه تعبانين طول النهار انا لحد حالي في ايه يعني والبنت اللي نزلتها لي دي بقالها شهرين في التلاجة مش عارفه ركناها فين كيكه ترمياها ولا حاجه وجابتها لي من الزباله كلها في البوست يعني انت عارف اللي هي ركناها في البوست بتنزلها لي ليه بقى عايزه تحدها لي تحد حالي يعني مش عارفه اسمها ايه دي اللي هي بتفضل كل شويه تقول لك دي بتحد حالي تحد حالي ايه بتحد حالي ده هو عمال بتحط كده بتاع كده اسمه كده روش كده ما هو اسمه روز اسمه ايه روز. اسمه روز ومراتك ديت لو نزلت لي اكل تاني انا هرميه في الزباله طب قاعد على ركبي يا بنتي بصيه يعني كمان بطني وركبي يا بنتي حول الله يا رب يلا خدها يلا وات يلا ما خلي الولد دايت بصي بس ده ماما تفضلي طول النهار تتهتهيلي ايه يا بنتي؟ طول النهار مش فاهمة حاجة منك. خلاص يلا يلا حبيبتي. ده ماما يبدي ياخدها يعالجها. طب يلا.